في الجزئيه دي باستفاضه يعني. دلوقتي هنا خلاص الاب والام عرفوا ان ابنهم او بنتهم خلاص مدمنين، حد فيهم ادمن وماشي في الطريق ايا كان بقى نوع الادمان ده ايه، ايه التصرف الصحيح والعلمي اللي يتم معاهم؟ لان احنا عندنا هنا فكره الوصم، ان احنا بنوصم حد دايما، ان احنا الوصمه دي دايما حاجه كده ايه بنلزقها وما بتروحش، وللاسف دي كارثه. تمام. كان البني ادم ده خلاص كده عمل الحاجه دي فغلط الغلطه دي، فهو خلاص كده مش ابننا، دي مش بنتنا، فنرميهم بقى خلاص كده في الشارع ومش مسؤولين مننا. هل هنا لو حد تعرض للموضوع ده في طرق محدده ومعينه علشان خاطر نستقطبهم تاني ونرجعهم تاني ويتعافوا؟ تمام. طيب يعني انا اسمح لي استغل وجودنا في البرنامج ده لمشاهدته العاليه جدا بين الشباب واهليهم. تمام. انه احنا عندنا جزء واداه اساسيه من محاربه الوصم ده الاعلام، فانه بيطرح الموضوع ده في برنامجكم انا شخصيا بشكر حضراتكم عليه. شكرا لك. لانه زي ما قلنا المره اللي فاتت السيناريوهات الخطا اللي الاهل بيتعاملوا بيها مع المشكله كتيره جدا. علشان ما نقعش في الاخطاء دي، اول حاجه الادمان مرض زيه زي اي مرض في الدنيا، زي تمام. السكر، زي الضغط، زي الحساسيه، زي اي مرض في الدنيا، ليه اسبابه وليه علاجه. فلازم الاهل يفهموا ده. نمره اتنين، لو سمحتوا نلجا للمتخصص، بمعنى ان انا ابتدي استشير اللي حواليا، فحد يشور عليا ان انا اضربه او احبسه في البيت، او حد يشور عليا لا طنشه وسيبك خالص منه ولا كانه موجود وتجاهله وتطش بابه هيرجع تاني. بكل الاحوال اللي مش متخصص عمره ما هيحطك على طريق صح. وعلشان كده احنا دايما بنقول مش هنخسر حاجه لو اكتشفنا ان ابننا او بنتنا عندهم مشكله ادمان، لو سمحت كونتاكت الخط الساخن بتاعنا. حلو قوي، دي اول خطوه. بالظبط. ازاي اتعامل مع ابني او بنتي؟ تمام. الطريقه احنا لو مجال التواصل مفتوح من الاول اكيد الموضوع هيبقى اسهل. لو مش مفتوح، هنفترض انه كل السيناريوهات اللي فاتت كانت خطا مش عايزين نكررها، فنبتدي نقول له احنا عرفنا ان في مشكله. تمام. وانت عندك مشكله، واحنا عرفنا وسالنا المتخصصين ان ده مرض وانه ليه علاج، واحنا حابين نساعدك. تعال نجرب نروح نسال، انا مش عايزك تتعالج بس عايزك تروح تسمع واسمع معاك احنا ممكن نعمل ايه نساعدك تطلع من المشكله دي. تمام. احنا ملاحظين واحد واثنين وثلاثه اللي هي ايه الحاجات اللي هو اتغير فيها، فنبتدي نوصل له مسج انه احنا معاك، احنا شايفينك، مش مجرد ان احنا سمعنا او بس، لا احنا قريبين كمان. ولازم هنا نديله الاختيار، ما نجبرهوش على حاجه، يعني بمعنى انه مش لا تعالى حالا ودلوقتي ونروح، لا الرقم اهو اتصل واسال ويومين ثلاثه وارجع له، سالت طب انا سالت وعرفت ان ممكن نعمل كذا وكذا وكذا. الخطوه اللي بعد كده من الحاجات اللي بتنفع جدا انه احنا واحنا في الامانه عاملين ده على فيديوهات توعيه كتير جدا على صفحه الامانه، نماذج لناس تعافت. ممكن نقول له على فكره احنا لقينا في جهه متخصصه زي الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان فيديوهات لناس كان عندها المشكله دي وبطلت، ما تسمع منهم. ممكن جدا هم يوصلوا لك رساله احنا مش هنعرف نوصلها. مفيش اي عيب ولا غضاضه في ان احنا نقول له ده. ده مش معناه عجز ولا اي حاجه، ده معناه ان احنا بنرمي الكوره في ملعب المتخصص وبنوجهه ان في نموذج كان عنده مشكلتك مر بنفس المراحل دي كلها. بالزبط. فهو يوجهك صح. بالظبط. وفي احيانا كتير لما بيتصل احنا بنقول له ده، يعني بيتصل على الخط الساخن بنوجهه انه تعالى في اليوم الفلاني في العياده، بنستعين احنا بناس متعافين علشان يوصلوا الرساله دي للناس اللي عندهم الانكار ده في الاول. طيب دكتور رغده، يمكن خلاص اتكلمنا عن انه الاهل ازاي يتعاملوا مع ابنهم لو دخل في سكه الادمان، طب الاهل يتعاملوا ازاي مع الناس اللي بتوصم ابنهم بانه ده مدمن وانتوا يعني بيلقوا اللوم عليهم بشكل كبير جدا وانه كان في عار في بيتهم وان دي حاجه عيب قوي لازم تستخبى؟ تقولي ايه للاسره اللي عندها حاله زي دي تتعامل ازاي وتواجه المجتمع ازاي ويردوا عليهم ازاي؟ طيب هنا مهم قوي ان احنا زي ما قلنا من شويه، انا لو وسعت الدايره اللي انا بتعامل فيها او بستعين بيها باراء للتعامل مع المشكله ده مش دايما بيبقى صح. اللي اهم من كده انه الموضوع فيه اولويات، بمعنى احنا لسه بنتكلم انه هو جزء من العوامل اللي ساعدته على الادمان، وارد جدا يبقى احساسه انه مرفوض في الدايره الصغيره، دايره الامان الصغيره بتاعته، وارد جدا احساسه انه مش كفء في وسط العيله دي، لما يحس انه في اكتر من فرد بره دايره الامان بتاعته بيبص له بصه زي ما حضرتك بتقولي، او بيعلق على ادمانه، او تعامله مع اهله اتغير بسبب الجزئيه دي، ده هيزود اللود عليه. الاولويه بتاعتنا هنا دلوقتي ان احنا نحل المشكله، وحل المشكله دي ليها طريق معروف وناس متخصصه فيها. فانا محتاج ان انا اقفل الدايره على البيت شويه، بمعنى انه ممكن انا كاب وام وكاخوات ابتدي اشوف انا هتعامل ازاي. اكتر من كده، دايره اوسع من كده، هيبقى فيه لود على الاب والام وعلى الاخوات وعلى المريض. طب فرضنا انه غصب عنهم الموضوع ده اتعرف في العيله، يبقى هو وصل
ايا كان اللي وصل، انا دوري مش اللي حصل قبل كده، دوري بقى اللي جاي. انا بتعرف على الناس بقى اللي بتهاجم ازاي. يعني مثلا واحده ابنها للاسف ادمن، مثلا واحده في العيله عندهم بتعايرها او بتكلمها بطريقه، طبعا حضرتك عارفه يعني الطريقه اللي في العيله بتبقى او في الاسره بتبقى عامله ازاي، الست دي ممكن ترد عليها ازاي؟ تمام، هنا الرد لازم يبقى فيه نوع من توكيد الحقوق. يعني ايه توكيد الحقوق؟ انا مش مطلوب مني ابقى اجريسيف او بعدوان على الشخص اللي قدامي، ولا كمان ابقى خجول من اللي بيتقال. احنا من شويه قلنا ان هو مرض زي اي مرض في الدنيا، ودي اول جمله هتقولها له. حصل انه تعرض للمرض ده، انا مش هسيبه ومش هتخلى عنه، وعرفت ان في طريقه صح هتعامل معاه. وهنا بقى لازم انا من جوايا كأم او كأب اخد قرار بانه هذا الفرد اللي في العيله اللي توجه اللي اتعامل معايا ومع مشكله ابني بالطريقه دي، ما ينفعش يبقى له اولويه عندي. بمعنى انا في مشكله وفي مصيبه وحد واقف بيتريق او حد واقف بيعاندني، شكرا بالظبط، الله ينور عليك، بالظبط كده. انا عشان كده انا قلت الموضوع اولويات. هل اولويتي دلوقتي كأب وكأم ان انا اقنع الناس انه ده في مشكله ولا مرض ولا لا خالص. انا مشكلتي واولويتي دلوقتي انا ودوري مع مريض الادمان اللي عندي، انا والعيله بتاعتي بس. هي دي الدايره الاولويه بتاعتي. انا لو اخدت الموقف ده مره في الثانيه، خلاص اللي قدامي هيبتدوا يعرفوا ان انا حد باكد حقي في انه ما حدش ليه انه يتكلم في الجزئيه دي، انا اللي هتعامل فيها. هتسبورت زي ما حضرتك قلت، هتعمل دعم، هتوجهني، هتدعي لي، حتى لو ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس، مش مطلوب منك اكتر من كده، دي حاجه مقدره جدا. طب مش هتعمل ده، انت بره دايره الاهتمام بتاعتي. طيب.